يختلف يعني وفقا للحاله المرضيه اللي تجيكم. نعم أكيد. مثلا في شيء للاعضاء الجسم الداخليه، في شيء للانسجه الرخوه، والاكس راي اتصور لها استخدامات معينه. معظمها الكسور يعني تقريبا البعض ينظر لها يعني. كخط اشعه اول تقريبا يعني ممكن يبدا فيها الدكتور هي، او مثلا ممكن السونار كمان، يعني في عده اجهزه صراحه كل مريض له حاله خاصه يعني. دكتور لو بدنا نتحدث عن الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري، ما هي أهم الاختلافات بينهم الرئيسية؟ صراحة يعني بشكل عام يعني نتكلم إنه مثلا التصوير برنين مغناطيسي هو بشوف الأنسجة الداخلية بشكل واضح جدا، خاصة الدماغ. مثلا نعطي مثلا للديسك أو اللي هي عرق النساء، وهذا يبين واضح جدا برنين مغناطيسي. بالتصوير الطبقي مثلا نشوف الكسور بشكل أوضح وبشكل أدق يعني. فهذا زي ما حكينا من البداية إنه حسب الدكتور إيش هو هدفه من هاي الصورة يعني. ممكن مراعاة الفئة العمرية أو الحالة المرضية، أو مثلا إذا كانت حامل السيدة في اختيار نوع الأشعة دكتور، أو مثلا إذا كان مريض لديه جهاز تنظيم ضربات القلب، هل ممكن مثلا تنجذب للمجال المغناطيسي في الرنين المغناطيسي؟ بالنسبة للحامل، الشق الأول من السؤال، الحامل طبعا نكون حريصين يعني لها وضع خاص في الفحوصات يعني. مثلا بنحاول نتجنب الأشعة السينية سواء من الإكس راي العادي أو من التصوير الطبقي المحوري. الام ار اي اذا كان للدماغ يعني بتكون مقبوله، ما فيها خطوره غالبا يعني. غالبا بنحاول يعني زي ما حكينا نتناقش مع الدكتور على اساس تكون حالته الخاصه. بالنسبه لاجهزه اللي هي الاملنت للقلب، طبعا احنا هذا يمنع دخوله على الام ار اي قبل ما يشوف الدكتور. حالة طارئة لازم يكون طبيب قلبي موجود وهو اللي يوقف هذا الجهاز، لأنه راح يشوش عليه، راح يأثر على نبضات القلب بشكل أكيد يعني. بينما التصوير الطبقي مش راح يدخل في هذا الموضوع، ما في مشكلة إطلاقا منه. دكتور أنت ذكرت التشويش في هذه الأجهزة، يقال بأنه مثلا بعضها أي حركة ممكن تكون تأثر على دقة الصورة المعطى، هل في اختلافات في هذا الموضوع من ناحية الدقة في تصوير أجزاء الجسم المرادة؟ الرنين المغناطيسي صراحة محتاج أن يكون جسم ثابت جدا يعني، ما في حركة إطلاقا. مثلا إذا بدنا نصور صورة للشولدر للكتف لازم ما يتحرك المريض إطلاقا، أو صورة مثلا للركبة لازم ما فيش حركة إطلاقا للمريض، أي حركة فعلا راح تأثر على الصورة مضطر أن نعيدها يعني فعلا. إذا كان طفل وطبيعي أنه يتحرك داخل هذا الجهاز. نعم إذا كان طفل أو حتى مثلا كبير بالعمر وعنده مثلا حالة لا إرادية من الحركة، احنا بنسوي اللي هو مودريت سيديشن اللي هو مثلا التخدير المتوسط. نعم. ممكن انه مثلا يكون ساكن او ينام لمده ربع او ثلث ساعه عشان التصوير ياخذ مجراه. ديفينت اكيد يعني انه اذا تحرك راح نعيد التصوير من اول في التصويرين المغناطيسي يعني. ونفس الكلام هذا ينطبق على السيت سكان. الفرق بين الجهتين انه التصوير الطبقي هو سريع. عظيم. يعني لما نصور مثلا البطن، هذا اللي راح اسالك عنه. أيوة من ناحيه ده. السرعه دكتور. نعم. من تفضلون اكثر ما بين التصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي؟ هو فيش افضليه، هو حسب حاله المريض وسرعه الصوره. بس هي السرعه طبعا بالتصوير الطبقي هو سريع جدا. بالام ار اي هو نوع الجهاز ونوعيه المغناطيس، وبتحدد انه انت لازم تاخذ مثلا 3 minutes او 4 دقائق او 5 دقائق او السيكونس او دقيقتين. بينما التصوير الطبقي مثلا لما نصور شرايين القلب في الجهاز اللي عندنا سرعته 256 دوره بالثانيه، يعني سرعة هائلة عالية جدا يعني. انت ممكن تصور الجزء كامل من الجسم خلال يعني 60 سكندز يعني او اقل حتى يعني. دكتور انا سألتك في البداية عن مدى خطورة هذه الصور، دائما ما يتبادر الى الذهن عندما نسمع بالرنين المغناطيسي او مثلا الأشعة المقطعية علاقتها بنشوء الأورام السرطانية، فيقول لك اللي عندي الشديد القوي يسوي هذه الصورة. هذه المعلومة صحيحة دكتور؟ صراحة الأجهزة الحديثة كلها بتحرص أنها تعطي دوز قليل جدا من الراديشن، يعني زي الإكس راي أو التصوير السيت سكان بيكون فعلا قليل جدا وما تأثر يعني. مشابه للإشعاع اللي بنتعرض له في بيئتنا بشكل مشابه طبيعي. يعني في السفر بالطائرة مثلا الأشعة اللي تعرض لها أثناء سفرك بالسيت سكان راح تكون اقل من هذه. نعم ففيش خطوره اطلاقا صراحه منها. ولماذا دائما ما يطلب من المريض قبل اجراء هذه الصور بانه ينزع عنه اي شيء معدني؟
طبعا طبعا، لانه المعدن الاشعه السينيه هذه لا تخترق المعدن، راح يحجب الجزء من الجسم اللي راح نصوره اكيد، يعني لازم يكونش لابس اي شيء معدن اطلاقا يعني. وطبعا ممنوع يفوت على المحتمل في حال مثلا نسي انه كان لابس شيء معدني. لا لا، هي الصوره راح تطلع مش واضحه، مش 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 مبينه اطلاقا يعني، فقط لدقه الصوره، مو مثل ما يقول الناس انه ممكن يصير احتراق او يصير تفاعل معين خطير. هذا الكلام نتكلم عنه على السيت سكان، انه مش راح تطلع صوره واضحه اكيد يعني، مش راح يصير احتراق ولا يصير الرنين المغناطيسي ممكن تكون الرنين هو ممكن أخرى. يجذب هذا اللي هو اذا كان معدن حديد يعني، لا يمنع حتى مكتوب في على الباب انه ممنوع دخول او تكون لابس اي شيء معدن يعني اطلاقا يعني. دكتور، وانت استشاري في الاشعه التشخيصيه، بالتاكيد هنالك علاقات تبادليه بينك وبين الطبيب الموجه او المحول لك. نعم. كيف تكون هذه التشاركيه من ناحيه اختيار الصوره المثلى لحاله المريض؟ والله هذه انا اراها انها افضل سيناريو لحاله المريض، لان في كثير مرضى مثلا ممكن دكتور المحول يطلب منا استشاره، هل نبدا نسوي له سيت سكان او ام ار اي، انه نسوي له دوبلر او نسوي له اكس راي يعني. هذه صراحه في حالات معينه لازم النقاش مع الطبيب، وحتى في النتائج. هل وصلنا الى هذه المرحله دكتور حسين؟ اكيد اكيد اكيد، في كثير من الاطباء صراحه يمكن حتى اكثر التعاون في المستشفيات اكثر من لما يكون مثلا عياده الاشعه التشخيصيه وعياده الطبيب منفصلتان عن بعضهم البعض، يمكن التعاون يكون اكثر في نطاق المستشفيات وعملها. نعم اكيد، لما يكون في نفس المبنى او كذا اكيد، بس اكيد الان هسه ممكن بالتلفونات او كذا او بالتصوير نتواصل مع الطبيب، لانه صراحه هذا الحل الامثل لتشخيص حاله المريض يعني. المشكله دكتور المريض، بعض الاشخاص عندما يتعرضون خاصه لكسور العظام اول ما يلجوا الى مركز الاشعه التشخيصيه، يقول لك خليني اخذ صوره اكس راي مثلا ايدي رجلي المكان اللي تعرض لكسر. نعم. او كدمه او رضه فيه. هذا التوجه أو هذا السلوك يعتبر صحيح أم يجب في هذه الحالة مثلاً مراجعة طبيب العظام المفاصل أو الطوارئ ومن ثم التحويل إليكم؟ هل ممكن تعطوا أنتم تشخيص معين للمريض ومباشر يغني عن تشخيص الطبيب؟ طبعاً في الكسور هي كسور حالة طارئة، مش راح يروح على عيادة أكيد يعني، وراح يروح على طوارئ مستشفى، راح يتصور وراح أكيد يكون خلالها خبروا دكتور العظام أو الدكتور المسؤول عشان يجي يشوفوا يعني في الحالات الطارئة. واحنا بنفضل صراحة اي مريض انه يشوف دكتوره وبعدين يتوجه الى قسم الاشعة يعني، هذا افضل سيناريو. والخيار الاول راح يكون الاشعة السينية لتشخيص كسور العظام. للكسور نعم، بس في امور اخرى عشان هيك احنا بنفضل يروح على دكتوره، لانه احيانا ممكن الدكتور يطلب مثلا رنين مغناطيسي عشان يشوف، يمكن تكون مش كسر، هو اصابة في الاربطة او اصابة في الجوينت في المفصل. وهذا الشيء ما بيتم الكشف عنه عن طريق الاكس راي. هذا مش حسب حالة المريض، عشان هيك يفضل يروح على دكتوره ودكتور يقول والله انا شايف انه في مشكلة في الاربطة، هاي مش راح تبين واضحة لا بالتصوير الاشعة السينية ولا بالسيت سكان، بتبين في الام ار اي.